بني جامع الشواذنة في العام السابع الهجري، وبذلك يعد ثاني أقدم مسجد في السلطنة ومن أقدم المساجد المعمورة في العالم الإسلامي، إذ بني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وينسب المسجد إلى بانيه عيسى بن شاذان، وقد رمم عدة مرات، وتشير نقوش المحراب إلى إعادة ترميم أرخت في السنة السابعة بعد المئة للهجرة، وتؤكد نقوش المحراب على أسلوب تفردت به مساجد عمان التاريخية، بحيث يشير المحراب إلى جهة القلب بدون أن يكون زائدا على المساحة المربعة للمسجد، وهو أسلوب يشي باتباع طريقة المساجد التي بنيت في العهد النبوي وفي فترة الخلافة الراشدة. وقد استخدم المرممون مواد من البيئة العمانية، أهمها الصاروج العماني أو الصلصال المطبوخ والنورة العمانية أو الجبس. ويمتاز المسجد بمحافظته على الكوات ومشاكي السرج وأعمال الخشب الجميلة، خاصة سدر السقف المزخرف. كما أبقى المرممون فتحة السقف التي كان ينفذ منها المؤذن لرفع الأذان، ويمكن مشاهدة السلم في زاوية المسجد الذي يرتقيه المؤذن للأذان. يقع هذا المسجد في قلب حارة العقر أو نزوة القديمة، وقد بني على ردم من الطين والحجارة حتى يحاذي ارتفاعه ارتفاع أغلب البنيان. ولقد عمر مسجد الشواذنة عدد من العلماء الأفاضل الذين درسوا فيه أصول الفقه والحديث واللغة، منهم أبو عبد الله عثمان الأصم، وأبو علي الحسن بن سعيد، وأخوه أبو زكريا يحيى بن سعيد، وأبو علي بن أحمد بن محمد بن عثمان العقي النزوي الذي أقام مدرسة الجليلين.